لا خذ ما خذ مو الطريق ما خذ سجلتوا السلم انتي تعال يجي اسمها موجوده مثلا يقدم كشف 30 عائله حسب ال 300 كرتونه غادي على الحل هاي نزلت اربعه نحن الآن في منطقة قرية عدلة من منطقة الشدادي استطعنا برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع الجهات المحلية ومع شيوخ القبائل والموجودين في المنطقة بالتعاون معهم للوصول إلى هذه المنطقة التي عانت من الجفاف مسبقا وتعاني الآن من الاضطرابات التي تحصل في هذا البلد والحمد لله استطعنا أن نوصل إليها المساعدات الغذائية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي يلا عزلي على جنب وينو احمد احمد وينو يلا لا تفيق لا تفيق هذا البيت اللي عايشين فيه اختي لا يضل بناء تعالي خذي هاج الولاد هنا على اليسار هذول بالخزانه نايمين لاحقين مع البراد شوف